السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إن شاء الله نتكلم كده في أقل من 3 دقايق. كتير من الناس بتشتكي، الناس اللي عندها في الشبكة، كل الشبكة أو أغلبية اللي في الشبكة مؤمنين أحمين اليوتيوب. فعلا الشبكة عندك حتى لو كانت عندك 8 جيجا السرعة بتاعتك، هتلاقي برضه مجرد بس جاست إن أي حد يفتح اليوتيوب هتلاقي الدنيا عندك تموت، لأن الاستريم بيبقى عالي في اليوتيوب. المشكلة ديت إزاي أحلها؟ أمرها سهل إن شاء الله في المايكروتيك. والمايكروتيك ده يا جماعة مش زي ما الناس فاكرة، يقول لك إن هو راوتر، اللي هو سيرفر، يقول لك سيرفر المايكروتيك، لا هو سويتش، هو راوتر. فموضوع ان احنا نقول ان هو سيرفر، لا هو مش سيرفر، هو ده راوتر زي الراوتر اللي عندك في البيت. يعني الراوتر اللي عندك في البيت ده ستيج رقم 1، مرحلة أولية. ستيج رقم 2 المايكروتيك بتاعك، وبالبلدي راوتينج للداتا. عندنا في الكوميونيكيشن اتنين بيعملوا راوتينج، يا اما للداتا وراوتينج يا اما للكولينج او المكالمات، ده في الاتصالات. فخلينا احنا في الشبكات بنعمل راوتينج للداتا. فانا بطلب من الراوتر بتاعي، بقول له هات لي موقع فلان الفلاني، يقوم هو يبعت اقرب سكه توصله للموقع الاعلاني، في نفس الوقت اقدر اطلب موقع تاني وموقع تالت وهكذا. فمن هنا سميته راوتر، بلاش نسميه مايكرو سيرفر. وفي ناس بتنطق مايكرو تيك، بتطقها مايكرو، سمعت قبل كده او قرات كان واحد بيسميه مايكرو ليج، مش عارف الاسماء دي جايبينها منين. لا، مايكرو ليج ده اللي بيتلبس في رجليك. المهم تيجي تبص بقى، انا هفتح الراوتر بتاع مايكرو تيك. طبعا عندنا من الاي بي هختار فايرول، اخترت الفايرول بتاعتي او اعمل اد نيو فايرول. طيب شوف لو تلاحظ هنا، معلش طبعا انت هتشوف الموقع المتخلف ده، لان انا كده كده اصلا يعني الموقع ده خد منه حسنات، موقع الازرق المتخلف ده خد منه حسنات. طب انا الوقت عندي اليوتيوب بتاعي هقفل ازاي؟ بعد ما عملت اد نيو رول، جيت على كلمه اللي هي الجنرال، التشين بتاعتي خليتها فورورد، وسبت الادفانس زي ما هي. لا، جيت على الادفانس وخليت على كونتنت، كانت بقى اليوتيوب. انت عايز تقفل اليوتيوب اقفل، عايز تقفل اي موقع انت عايزه. يعني انا طبعا انت محكوم، انت كده كده اصلا الدوله بتاعتك بتسمح بالمواقع القذره دي، فانت مش هتعرف تعمل حاجه. فاضعف الايمان يا اخي، انت عارف الموقع ده ناس كتير يعني الا من رحم، فخليك انت اضعف الايمان. هات اليوتيوب او الفيسبوك، لو انت عايز تقفل الفيسبوك بتاعك في الشبكه بتاعتك مفيش اي مشاكل عادي. تيجي على الاكسترا زي ما هي، الاكشن بتاعك طبعا اكشن، بختار حاجه اسمها ريجكت يعني رفض. طب ريجكت ويز اي سي ام بي نتورك ان ريتشابل، يعني لا يمكن الوصول لهذا الموقع، واسيب الباقي زي ما هو. اقوم عامل ايه؟ اقوم عامل اوكي خلاص. طيب اصبح الوقت لو انا جيت، انا عندي هنا على مساحه على مساحه ده ان انا افعله، هو كده شغال. لاحظ هتلاقي هنا عندي حاجه اسمها في البايت 11.7 ميجا، يعني 11.7 ميجا معدل طلبات للموقع ده. زي قلت لك هو راوتر، انا بطلب الموقع ساعته بروح للراوتر الثاني بتاع تيليتا وبتاع صهواوي بتاع اتصالات، وبعد كده بروح لايه؟ للشبكه بقى عندك في الديسلان في السنترال. فهي ستيج كباب مراحل. 11 ميجا طلب على الموقع اليوتيوب، انا قفلته. طب انا عايز اقفله، عايز افتحه، انا عايز يعني شوف انا كده، هو انا كده متفعل. انا اجرب افتح اليوتيوب، الصورة القذرة دي بالنسبة للموقع ده اللي هو بتاع الـ TSU دوت، كده كده شكله يعني بدأ يبعت حاجات ملهاش لازمة. أنا عايز أفتح اليوتيوب، فين أفضل؟ طبعا هجرب أفتح اليوتيوب زي ما أنت شايف.
تعالى بص كده، العدد بدأ يعد، يقول لك في واحد عايز يوصل يفتح اليوتيوب، بس والله لو عمل ايه ما جاست، بس ان انا اعمل علامة تلال اكس ده وانا كده خلاص هيقدر يفتح اليوتيوب مع طبعا قفل الموقع ده. طب افرض عايز اقفل الموقع لواحد شخص بعينه، سهل، عايز اقفل اليوتيوب لفلان، فلان فلان مدمن يوتيوب، اقوم جاي جنرال فورورد. طيب انا كنت هناك ما كنتش بعمل حاجه في الديستنيشن ادريس، او كنت الاي بي بتاعه الادفانسد بتاعتك يوتيوب، او عايز تقفل على الفيسبوك، عايز تقفل على جوجل، عايز تقفل على جوجل، عايز تقفل على اي دنيا كلها، اكسبت اكشن نجيك نختار اللي احنا اخترناه. انت كده خلاص قفلت يوتيوب او اي موقع بيزيك، عشان شبكتك وعشان البند بتاعك والحوار ده كله، ما تجيش في الاخر تلاقي الكتب بتاعتك بتخلص وتقعد انت والناس اللي على الشبكه تلعبوا ميديو. واسف على الاطاله، واسف صار تحت عندكم، واذكركم بانه من كتم علما الجمه الله عز وجل بلجان من النار يوم القيامه. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وعد من بينها أو علم ينتفع به. والسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.